حنا تجندنا ولبينا نداء الوطن، لأننا قلنا باللي السياق اللي تجرى فيه هذه الانتخابات سياق ما يخليناش نستقيلو، سياق ما يخليناش نوليو للطرف، سياق ما يخليناش ما نلتزموش بالقضية الوطنية وبالتزاماتنا الوطنية. لبينا نداء الوطن ومستعدين ندفعوا بالأثمان اللي لازم من أجل ذلك، لأنه ما كاش أغلى من الوطن، ما كاش أغلى من الوحدة الترابية للوطن، ما كاش أغلى من سيادتنا الوطنية، سيادتنا في قرارنا السياسي، سيادتنا في اقتصادنا، ما كاش شي غالي على ذلك الشيء. من هذه المدينة التي فتحت ذراعيها لأحد قامات الثورة التحريرية والجزائر المستقلة، المجاهد المرحوم حسين أحمد، ربي يرحمه ويوسع عليه، وين زاول دراسته الثانوية العام لمدة عام في ثانوية فروخي هنا في وسط مدينة مليانة. مليانة اللي أنجبت علي لابوينت، مليانة اللي أنجبت الكثير من الإطارات والكثير من الوطنيين الأحرار، يمكن أن تكون سند لمشروع جزائر الحريات، لمشروع جزائر التغيير، لمشروع جزائر التنمية والازدهار. لذا احنا بكل تواضع جينا نتشارك معكم بعض الأفكار اللي في رأينا مهمة جدا وتعني بصفة مباشرة الحياة اليومية للطبقات الشعبية وللمواطن البسيط الذي نلتزم أن ندافع عليه، بعيداً عن الديماغوجيا، بعيداً عن لغة الخشب، ونضالنا، مواقفنا، وكل ما نقوم به في الحياة السياسية هو دليل على هذا الالتزام المتواصل والمتجدد والذي لا يبرز فقط في المواعيد الانتخابية.